احنا ما بنناظر مشان حالنا. انا في حياتي ما طلعت فيلم في اخبار كذب، بالعكس كل افلامي كانت عن اخبار كاذبه للحكومه ووعود زائفه للحكومه. واتحدى اي واحد فيهم وهم قاعدين بيحللوا الافلام فيلم فيلم، حرف حرف، رقم رقم، ولا مره واحد. الحمد لله رب العالمين. ممكن تقول انا بدي اسالك عن هذا، لانه انا بجيب معلومات عامه منهم منشوره من قبلهم. انا ما عنديش غير هالمواطن بده يقول في فساد، بده يقول في مديونيه، عملوا نصوص فضفاضه. الاصلاح السياسي يبدا بان يكون هناك دستور وتشريعات. لما اطلع احكي رؤيه جلاله الملك هيها الحكومه شو سويت؟ انا ما جبت اخبار كذا، ولا احتقرت حدا، ولا ازدريت حدا، ولا قتلت شخصيه حدا. لكن لما يكون في رؤساء وزارات يستحقوا انك تطلع وتنتقدهم، سانتقدهم، ومن ارض الاردن سانتقدهم، وراح اعري اي فكره يتم فيها تضليل المجتمع الوطني. هذا دوري، انت شو دورك؟ هل تعلموا ان القاضي لا يستطيع تنفيذ هذا القانون؟ هل تعلموا ان هذا المشروع يصرخ لله انني ظلموني بوضع هذا القانون؟ ما بصير نقعد نعمل ندوات وسوالف ونحكي وفي النهايه لما ننزل على الشارع نلاقي حالنا 20 واحد، لانه هذا اللي تفضل وتكلم عنه الان صوره بتتاخذ. هذا النص لوحده كافي ان يرد هذا القانون، وانا قلت من تحت القبه هذا مردود. هذا اجانا باخر لحظه يا اخوان، اجانا يوم السبت والجلسه يوم الاحد، عرض تحددت موعد الجلسه بعد الساعه 12 بالليل. كان هناك بقايا مصداقيه في المملكه الاردنيه الهاشميه. هذا القانون ان اقر سيودي بها بالاطلاق. اليوم احنا كلنا مستعدين ان نضحي من اجل الوطن، كل. هل انت كشخص كفرد مستعد تضحي من اجل الوطن؟ شو التضحيه؟ انك تطلع ساعه في الشارع وحقك اللي يكفله لك الدستور الاردني؟ عندك هذا القدره؟ ما عندك اياها؟ لا، بعد اسبوعين تفتح دمك بحرف واحد.